نافورة الحراك أو نافورة الحي كما يسميها آخرون، مجرد فكرة أطلقها وليد ابن حي موسى لبناء نافورة تتوسط مفترق طرق الحي العتيق تعبيرا عن حراك السلمية، فكرة جسدها الشباب، ترجمت إرادة التغيير ورسمت أرقى معاني التطوع والتضامن. احنا مجموعة تاع شبان تاع حي موسى، تعاوننا هنا ما بيناتنا، كنا نخدموا نعطيو حاجة جديدة في الحومة تاعنا، مع جات مع الحراك السلمي هذا نديروا حاجة جديدة. كنا نتعاونوا مع بعضنا، ماسون، إلكتريسيان، فنانين، كيسمو لي بانتر، نقولوا احنا اصحاب لي ميتي هادو الحرفيين كامل، كنا نخدموا واحد النافورة جديدة هي هنايا، كاش ما نبدلوا حاجه، نعطيو حاجه جديده للحومه تاعنا. راك هذا شفنا الناس تبادر في كل حاجه، واحد يسبق في الجدران، واحد يرسم، واحد يدير، حنا كنا نديروا حاجه اللي ما داروهاش، وحده شابه، حاجه شابه. شباب احبوا التعبير عن مكنوناتهم وحبهم لوطنهم فترجموها الى تحفه فنيه رائعه بوسائل بسيطه ابدعت اناملهم في ترتيبها وتزيينها. اللمسه تاعي كانت عباره عن لمسه بحريه، شغل كل ما يتعلق ببحر راني نخدم به، شغل جابوا لي الحجر، لابيار، هكذا كوكياج، حوايج صوالح تاع البحر. هو رافعين العين يبين تاعهم ويبين الاخوه ويبين التضامن. مثل هذه المبادرات تترجم اللمسه الراقيه لشبابنا وتعزز انتمائهم لهذا الوطن بمواقف ستؤرخ للاجيال القادمه.